عايز ابتدي بالوطن سبورت، لان خبر عمرو سليه بالنسبه لي في الحقيقه مهمه قوي، لان ان هو جاهز والتاكيد خلاص بشكل كبير ان هو هيبقى جاهز لمباراه الزمالك، وده اللي قلناه لحضراتكم على بدايه الحلقه. لكن هو مهم لقيمه عمرو سليه في نص ملعب النادي الاهلي. عمرو سليه في الحقيقه النص الثاني من الموسم اللي فات وبدايه الموسم ده مستواه ما شاء الله لا قوه الا بالله ثابت، ما بيقلش ما شاء الله يعني. فعنصر اساسي من هنا جايه اهميته، فكون ان هو جاهز لمباراه القمه فدي اضافه قويه جدا للنادي الاهلي وتحديد لخط الوسط بالنسبه للفريق، وده ما يقللش اطلاقا من العناصر الموجوده في هذا المركز بالنسبه للنادي الاهلي. نروح لسوبر كوره. بتقول علي معلول ينتظم في التدريبات الجماعيه، هم قصدهم يعني ان هو هينتظم يوم الاثنين ان شاء الله بعد ما ينتهي من المباراه الوديه ليه مع تونس امام الكاميرون، واللي اعتقد ان هي انطلقت خلاص وعلي اساسي فيها ان شاء الله. يا رب باذن الله يخرج سليم كده من المباراه، مش عايزين ايه اي اصابات يعني ان شاء الله. نروح لليوم السابع. اليوم السابع بتتكلم وبتقول ان فايلر بيطلب برنامجا خاصا لتاهيل 11 لاعبا لمباراه القمه، قصدهم 11 لاعبا مين؟ سته اللي في المنتخب الاول والاربعه في المنتخب الاولمبي وعلي معلول اللي في منتخب تونس، واكيد هيكون في برنامج خاص يعني ليهم لتجهيزهم بعد العوده من المنتخبات والتدريبات اللي هتبتدي يوم الثلاثاء ان شاء الله باذن الله ليهم هم يعني، او التدريبات للمجموعه الدوليه مع النادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه، هتبقى استعدادات اكيد خاصه. نروح للفجر الرياضي. فايلر يطلب تقريرا حول اداء لاعبي الاهلي الدوليين، ده هيكون من خلال المتابعه بالنسبه للاعيبه الاهلي الدوليين. ماتش امبارح ما اتذاعش، ممكن يكون احد العناصر في الجهاز راح اتفرجوا على الماتش بتاع امبارح، هو كان في الاسماعيليه استاد الاسماعيليه، ما عنديش معلومه اكيده بهذا الخصوص يعني. مباراه بكره هي هتبقى في استاد القاهره اعتقد، بالنسبه للمنتخب الاولمبي اعتقد ان هي ممكن تتذاع، فهيبان هتتفرج على اللعيبه. عندك المنتخب الاول يوم الاثنين ان شاء الله المباراه مذاعه باذن الله، فالتقرير هيكون من خلال متابعه اللاعبين في المباريات الدوليه، بالاضافه طبعا لمباراه تونس والكاميرون دلوقتي لعلي معلول اكيد بيتم متابعتها طبعا. طيب نروح لخبر اخر من يلا كوره، وان حد في الاهلي يعني قال لهم ان مش هنجازف بمتولي امام الزمالك. على فكره يبقى كل شيء وارد يعني، ممكن تلاقي متولي لاعب ومع مستر فايلر بالتحديد يعني ما تتوقعش حاجه، وممكن تلاقيه ما لعبش بسبب ان الاصابه ما تمش شفائه او جاهزيته، لان هو شوفي اعتقد من الاصابه خلاص يعني ممكن ما يكونش جاهز بنسبه 100%، فبالتالي ما تضطرش ان انت تدفع بيه في مباراه قويه وكبيره زي دي، لكن في كل الاحوال هنشوف يعني. البوابه سبورت بتقول ان فايلر يفاضل بين الاعلاميين والشرقيه للدخان لمواجهه الاهلي وديا. مباراه الاهلي يوم الاثنين المباراه الوديه ان شاء الله، هنشوف الاهلي هيقابل مين، لكن الاهم من الاهلي هيقابل مين ان الفريق يخرج بالايجابيات المطلوبه والاهداف المطلوبه من هذه المباراه الوديه عشان تبقى جاهز ومعاك جاهزيه لاكبر كم ممكن من اللاعبين المتاحين ليك في مباراه الزمالك باذن الله، وتختار بقى انت براحتك كمدير فني وجهاز يعني. وان شاء الله النادي الاهلي يخرج بالاهداف المطلوبه من هذه المباراه يعني. نروح لموقع 1-3. قرار هام في الاهلي قبل مواجهه الزمالك، هو القرار بيتعلق بان ما فيش اي احاديث اعلاميه او صحفيه هتكون للاعيبه النادي الاهلي خلاص، وحظر اعلامي، وده استعدادا للمرحله اللي جايه كلها مش بس مباراه الزمالك، وده شيء طبيعي يعني. نروح بقى ايه لموقع مبتدا. فايلر يستقر على مهاجم الاهلي في القمه. طيب هما بيقولوا مين؟ بيقولوا اجاي هو مهاجم الاهلي في القمه، تمام؟ توقع وتنبؤ واجتهاد، وبيقولوا خصوصا بعد ما تألق في مباراة الزمالك الأولى 3-2، وهو في الحقيقة ما تألقش في المباراة دي بس، هو تألق في كل المباريات اللي لعبها مع مستر فايلر في الحقيقة لحد دلوقتي. لكن هل الناس كانت متوقعة إن أجاي يلعب مباراة السوبر؟ كان خارج القايمة في مباراة كانو سبورت، فوجئنا إن هو أساسي في مباراة السوبر وما شاء الله تألق يعني. ممكن جدا ممكن جدا يكون في مفاجأة، ما نلاقيش أجاي هو اللي بيبتدي، ممكن نلاقي لعيب تاني في خط الهجوم مع مستر فايلر ما تتوقعش، دي حقيقه احنا مش بنبالغ. على مدار الست ماتشات اللي فاتوا مستر فايلر غير كتير في التشكيل والحمد لله نجح في كل المباريات يعني، ففي مباراه الزمالك بيبقى دايما ليها حسابات مختلفه وخاصه جدا، وارد ان انت تلاقي مفاجاه، ممكن كمان ان هو يبتدي بقى جاي برده
ممكن يبتدي بحد تاني، ممكن في نص الملعب تلاقي تغييرات الدفاع في اي حته. فهنشوف يعني، لكن كله بيجتهد طبعا وكله بيحاول يتوقع تشكيل الاهلي قبل مباراه القمه، ولسه يعني 6 ايام على المباراه او زي النهارده يعني 7 ايام، فهنلاقي اجتهادات كتيره على مدار الايام القادمه باذن الله. نروح لفي الجول، وخبر مهم في الحقيقه بالنسبه لي. اكرامي بيقول في تصريح مع موقع في الجول، بيقول رحيلي عن النادي الاهلي ليس مطروحا وسيبقى العوده للتشكيل الاساسي هدفي. انا عجبني جدا دماغ شريف اكرامي، يعني مش هو عشان مش بيلعب اساسي الفتره دي، هو بيقول بالتحديد يعني بعد 9 سنين كنت بلعب فيهم اساسي، الموضوع صعب ان انا قاعد احتياطي، بس مش ده اللي هيخليني افكر ان انا امشي من النادي الاهلي. قال مستحيل ان انا ارحل النادي الاهلي بسبب عدم مشاركتي كاساسي. قال هفضل اسعى واجتهد، وهي دي العقليه المطلوبه في الحقيقه، مش عشان ما بلعبش افكر امشي، لا، ازاي احاول ان انا ارجع لمكاني. المنافسه طبعا صعبه مع الشناوي ومع علي لطفي، صعبه ما فيهاش نقاش، لكن ان انت محدد اهدافك وبتشتغل عليها حتى لو في صعوبه دلوقتي، لكن انت عارف انت عايز ايه. فشريف بيقول ايه، انا عايز ارجع اساسي وهشتغل على كده، وده هدفي اللي بجتهد فيه سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر كلاعب اساسي. وهو عنده 36 سنه طبعا شريف اكرامي، لعيب بخبرات مميزه وعقليه غايه في الروعه، ومفيد جدا للنادي الاهلي حتى لو ما بيلعبش، مفيد جدا للعيبه يعني. فبيقول ايه كمان، بيقول تطرق لاختيارات المنتخب مصر في مركز حراسه المرمى، قال الاختيارات مثاليه باستثناء احمد الشناوي وهو غاب للاصابه، لكن هو بيشوف الثلاثه لازم يكونوا اللي هو الشناوي، محمد الشناوي وعواد وبسام، بيقول ان هو دول طبيعي ان هم يكونوا موجودين طبعا. وقال كمان ان تواجده داخل الاهلي وعلاقتي بالمسؤولين مستقره رغم عدم المشاركه، وذلك لانني في بيتي. انتقل الحديث عن علاقة الأهلي والزمالك مؤخرا، قال علاقة الأهلي والزمالك دائما ما كانت تنافسية داخل الملعب وخارجه، لكنها شابتها التعصب الكبير في الآونة الأخيرة. وهو بيقول إن ده ممكن يكون بسبب تصريحات بعض المسؤولين اللي بتأدي للاحتقان. تصريحات مهمة في الحقيقة من نجم كبير جدا وقيمة كبيرة جدا في صفوف النادي الأهلي شريف إكرامي. نتمنى له كل التوفيق سواء هو أو الشناوي أو علي لطفي وكل لاعبي النادي الأهلي كل التوفيق خلال المرحلة المقبلة، لكن دايما عقليته مميزة وهو عارف هدفه كويس، وده اللي نتمنى إن كل اللاعبين يفكروا بهذا الأسلوب. لو ما بتلعبش أساسي حاول تلعب اساسي من خلال اجتهادك في التدريبات وطموحاتك اللي تشتغل عليها، ده شيء غايه في الاهميه. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع.